من ضمن الفعاليات المهمة اللي حابين ننوه أو نذكركم فيها فعالية جميلة جدا اسمها سيمفونية البداية. سيمفونية البداية عبارة عن فعالية موسيقية تاريخية ثقافية تجمع الموسيقى والشعر على مسرح أبو بكر سالم بلفقيه. يمكن أمس شفنا جزء منها مع الفنان فؤاد عبد الواحد والشعراء سعيد بن مانع وفهد الشهراني. اليوم يتجدد اللقاء مع ماجد المهندس وداليا مبارك وسليمان المانع. شعر مع موسيقى كلها تجسد حالة احتفائية وطنية جميلة جدا بمناسبة يوم التأسيس.